كلمة نقدمها أيامك سعيدة، أحلى كلمة نقولها كل عام وانت بخير، أحلى كلمة نقدمها أيامك سعيدة، أحلى كلمة نقولها كل عام وانت بخير. يلا نهني كل الناس، قريب وغريب، صديق وحبيب، يلا نخلي الروح الحلوة بضحكة جميلة مليانة احساس. ايامك سعيدة كل عام وانت بخير، ايامك سعيدة كل عام وانت بخير، أيامك سعيدة. ترارا صفي نيتك يا ابن آدم والصالح ويا الزعلان، والزعلان ينسوي الصالح ويملي قلبه كل حنان. صفي نيتك يا ابن آدم والصالح ويا الزعلان، والزعلان ينسوي الصالح ويملي قلبه كل حنان. انسى همومك والامك، دنيا حلوة قدامك، انسى همومك والامك، دنيا حلوة قدامك، وندعي لكل عزيز علينا تتحقق أمنيته. يلا نهني كل الناس، قريب وغريب، صديق وحبيب، يلا نخلي الروح الحلوة ضحكة جميلة مليانة احساس. ايامك سعيدة كل عام وانت بخير، ايامك سعيدة، ايامكم أيامكم سعيدة. كل عام وانت بالف خير، نورتنا واهلا وسهلا. اكيد حتى يكمل احتفالنا اليوم، فحضورك مهم حتى نكمل هذا احتفالنا باعياد المسيح. الفنان والاستاذ ليث البغدادي نورتنا، اهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا، الله يخليكم. شكرا جزيلا لقناة الرشيد، وهي هاي طبعا مو اول استضافه، انه انا ابن قناة الرشيد منذ سنين، ونتمنى كل تحقيق الأمان إلى هذا الشعب الجريح، وإن شاء الله الفرحة والسعادة. آمين يا رب العالمين. آمين. يعني أنت بالإضافة لهذا الصوت الراقي، كلك ذوق، عزفك، وأنت أستاذ أكاديمي، لكن المشكلة أنه أنت حرمتنا من هذا الصوت. نعم. وظفته بموضوع أنه التدريس الأكاديمية، لكن احنا كنا نتمنى نكون محظوظين اكثر ونسمع صوتك باعمال نعم. فنيه. لكن المميز انه انت ضيفنا اليوم بهذه المناسبه باعياد ميلاد راس السنه، فيا رب ان شاء الله سنه خير عليك وعلى عائلتك وعلى كل ناسك ومحبينك ان شاء الله. امين يا إن شاء رب الله. طيب انا حابه اعرف، احنا دائما بنشوف اعمالك نشوف بها هذا التنوع، يلفتنا اكو مجموعه من التنوع وتعدد المواهب، هذا اجى عن تخطيط مسبق لهذا الموضوع او انت حاب هذا الموضوع وفتت فيه؟ سويت بحث علي. والله شوفي، في البدايه يعني تقدمت الى معهد فنون جميله، طيب، ودرست الموسيقى وتخرجت وصرت مدرس في معهد الدراسات الموسيقيه يعني لحد الان. طيب. ودخلت بالسلك الاكاديمي والغناء. نعم. فصار صراع ما بين السلك الاكاديمي و يعني اغنيه المستمع. ويسموها اغنيه الشارع، ويسموها الاغنيه الموجوده. فاني حقيقه في داخلي حزن على الاغنيه العراقيه. حتى نزلت موضوع بالجوجل سميته التلوث الصوتي. طيب. فما يحدث الآن هو تلوث صوتي، وهذا مسؤول عليه طبعا الأكاديميين، مسؤول عليه النقابات. صح، 100% كلامك. وموضوع طويل يعني ما نريد ندخل. فأتمنى الأغنية تكون في ذائقة حلوة وكلمات مقبولة، مو كلمات يعني ما أعرف حتى الإذن ما تستقبلها. صح. ف
احنا نريد رقي الان في صراع احنا يعني زين ما اعرف يعني احنا نتمنى انه يكون اكو رقي بالاغنيه العراقيه بحث عن الاذن المعقمه والمحجر المعقمه والاغنيه اللي تدخل للقلب نشوف شلون نتمنى انه اصوات وكلام والحان تنظف الاذن اليوم اللي انخدشت يعني نتمنى انه الاذن الموسيقيه ترجع لسابق عهدها يعني بالسبعينات او الثمانينات حتى ممكن او حتى التسعينات يعني اكو كانت اغاني يرتقي بها الفن العراقي اكيد نتمنى انه يرجع لهذا الطرب الاصيل أكيد. لكن اليوم المشكله انه صارت يعني اغنيه شارع الطقطوقه اغنيه شارع وتقوم تنزل الفواكه وما اعرف صح وما اعرف يعني صح. تقوم صح. تنزل الاتلات بالاغاني تحسها مطرب علوي يعني انا من جيل التسعينات دخلت الاذاعه التلفزيون كانت لجنه مخيفه يعني هو انا بغض النظر عن ذكر الاسماء ما كان هيك هسه رد اسالك يعني انه الشخص من شان اللي يدخل لهذا الوسط مجال نعم. الفن يمكن مو بسهوله يلاقي التشجيع والناس اللي تدعمه يعني يعبر المحيط يلا يوصل للي صح. هو حابه صح يعني اذا كانت كل اذا ما كانت سهل اذا كانت لجنه موجوده فعلا والله العظيم ما كان سهل اليوم تليفون ممكن يطلع باي مكان عام يصور سناب او يصور فيديو ينزل على اليوتيوب يعني وعلى الفيسبوك يصير مطرب يعني شلون اقول لك تشكه صغيره على التليفون توصل للصين صح 100% زين اني يعني هسه قبل ما ندخل بتفاصيل الاسئله اكثر نعم. اني اريد اسمع بعد من عندك شنو راح تسمعنا نسمع غربي يلا نسمع غربي. الجيتار يلا لا لا اتس اوكي يعني هنا هو سيف هاي اغنية اسمها To Love Somebody يعني من صغير متأثر في فريق البي جيز There's a light certain kind of light but never shone on me I want my life to be live with you live with me There's a way everybody say Do it, you never let it think What God does it bring If I ain't got you I ain't got Babe, you don't know what it's like You don't know what it's like To love somebody To love somebody The way I love you da 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 In my brain See your face again I know my friend of mine What God does it be fine If I ain't got you I'm God, I'm a man, can't you see what I am, I'll live, I'll breathe for you, what God does it do, if I ain't got you, I'm God, she said, you don't know what it's like. Know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. You don't know what it's like. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way. Love you.
يعني رجعتني لأفلام الكابوي القديمة، رجعتني لمود ألفيس بريسلي، ديمس روسيز، يعني هذا اللون هذا يعني فعلا يعني. أنا محظوظ إنه دا أغني لحضراتكم و... إحنا اللي محظوظين يعني سدد ذبلك يعني. يمكن أنا هسه عرفت سبب إنه تركك لمجال الغناء واختصيت بالتدريس الأكاديمي، لأنه اليوم اللي عندنا ما دا يخليك تقدم الفن بالشكل الصحيح. لا ما هو موجود بس يعني أغني النخبة قليلة. يعني صح. إنه واحد أسأل على مطرب فلاني يعني كلش مشهور يقول لي هو إحنا ما أعرف يعني. سألت واحد بالمدرسة قلت تعرف عبد الحليم؟ لا هذه كارثة. قال لي إحنا مسائي هو بيا شعبة. أوف. طيب اي يعني هذه جريمة، هذه جريمة. اليوم هم يعني هذا الجيل للأسف يعني اتجه لاتجاه بعيد كل البعد، يعني اليوم هو عبد الحليم ما يعرفه. اي ففي زماننا كل شيء كنا نعرف يعني أسماء من قديم العراق وقديم الكذا وهذه يعني صح كلها هذه. طيب أنا أريد أعرف اليوم من الفنانين العراقيين اللي موجودين على الساحة الفنية، نعم، من اللي يلفت انتباهك بصوته ممكن تتوقع أنه بالمستقبل؟ أنا يعني أعرف صعب الموضوع هذا وصعب كل السؤال. لا بالعكس والله أكو زينين. طيب وأكو أنا ملتقي بيهم وتشوفين أن يعني أتحاور ياهم أهدافهم أنه أحصل على المبلغ الفلاني وأحصل على تكوين نفسي واخذ لي بيت واشتري سياره وكذا، وهذه مو اهداف فنان. اذا ماكو ادوات يعني. هو ليش سموه فنان؟ فنان عنده ادوات صح. ليش نجح الاستاذ الساهر؟ زين ليش نجح المهندس ماجد المهندس؟ لان اكو شيء في داخله حقيقي، اكو رساله يعني حتى ينقله للاخرين صح. ما تنقل القضيه في داخل الفنان غصبا ما على المستمع صح. اذا ما يدخل قلوب الناس لح ينجح. احنا صح. اليوم صارت عندنا مشكله انه من شخص حاب انه يدخل لمجال الفن بالغناء تحديدا انه اهم نقطه يسويها يصير مطرب ليل. هاي اهم نقطه عندهم. وانا ما تصير اليوم ناقد. انا اريد تعيد لي الجواب مالتك اللي كان بالاشاره شلون. يعني والله العظيم بدك تعيد الاوكي. اريد تعيد الاوكي الاشاره مال الجواب اللي صحيح انه كلها تصير. هذه اهم نقطه عندهم انه يعني بطوله انا مطرب ليل، لكن هو ما يفكر انه اني مطرب ملحي ذكر التاريخ، اطرب الاذن الموسيقيه فعلا. نعم ملحي ذكر التاريخ. ما هو هاي المشكله. يا اخي تريد يعني تحصل على قضيه روح اشتغل غير شغله. احنا نريد فعلا تاريخ اكيد. فنتمنى انه احنا التاريخ بالغناء احنا نتمنى يرجع ويعيد نفسه. احنا مو نقول ما نريد التاريخ يعيد نفسه، لكن نتمنى التاريخ يعيد نفسه بالرواد اللي عندنا ونرجع نكمل هذه الرسالة الغنائية للفن العراقي الأصيل. أنا أريد يعني نتمنى. نتمنى إحنا الوقت يداهمنا. أيوة. وأنا أريد أختم وياك. أريد أختم وياك بأغنية لجورج مايكل Last Christmas. صعبة. صعبة. طيب إذا صعبة ممكن أغنية على ذوقك. هو الختام. الختام وياك عبد الحليم. يلا الختام وياك الحليم في داخلي. يلا 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 اللي عند ليب الأسمر هو هنا الليركس يعني إذا نفتح تسمحوا لي. أكيد كل ما قلت لك يعني أنت ذكرت عن نقطة عن عبد الحليم. يعني عبد الحليم حافظ إنه أول ظهور إله محمد عبد الوهاب حاربه، قال هذا راح يسيء للأغنية المصرية الطربية صح، وبالتالي هو قام يلحن أعمال. لا ذاك الصعب، ذاك الزمن كان مأساة. وعبد الحليم مستحيل واحد يعني يجي ورأسا يغني. أم كلثوم حاربوها هواية بأول ظهور لها، واليوم هي كوكب الشرق اللي مستحيل ننسى كل أعمالها أكيد. ننسى كل ما قدموا لها إذا نعم. ألحان الصنباطي أو محمد عبد الوهاب. لا سوري. فإحنا نتمنى أكيد. هذا الإبداع أكيد والله يتكرر يا رب. الختام وياك وإلك تفضل.
زماني لحد فيه شفتي بحلم 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 قد ايه شفتي واخداني الاماني لحد فيه شفتي بحلم 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 قد ايه يرضيك نحب بالحب ده ونعيش بعاد بالشكل ده يرضيك نحب بالحب ده ونعيش بعاد بالشكل ده عايز احبك حبي تمالي كل لمحه من حدودك عايز احس ان ابتسامتك دمعتك فرحة شبابك لون عيونك عايز احس اني حبيبك ولهيبي صحي لهيبك عايز احس اني حبيبك ولهيبي صحي لهيبك يا حبيبي يا حبيبي رجعنا فوق 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 بر الأمان افتح البيبان لقلبك ولشبابك ولحبيبك ابعد الخوف عن رموشك وعشي في الكون يحوشك ابعد الخوف عن رموشك وعشي في الكون يحوشك غني اضحك اجري 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 اضحك وانسى كل الدنيا الدنيا غير ما تكون غير عيوني عيون حبيبك ما تشوفكش عيون يا 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 يا, يا حبيبي